تعد محافظة وسط التي تمثل سلة غذاء العراق من محصولي الحنطة والشعير بدأت باستقبال وتسليم المحصول لهذا الموسم للمنافذ الحكومية. فلاحون من جانبهم عبروا عن امتعاضهم من قلة الإنتاج بسبب شحة المياه وترك مساحات شاسعة من أراضيهم بدون زراعة. على بركة الله تم افتتاح التسويق في محافظة وسط بتاريخ 17/4/2023. وقد أطلق على هذا موسم الخير والنجاح، ونحن نقول هذا موسم الخير والنجاح والرفاهية بالنسبة للتسويق في محافظة واسط. المبالغ المالية الموجودة متوفرة لحد آخر أيام التسويق، والمواقع التسويقية 8 مواقع، والعمل مستمر لمدة 24 ساعة. الكميات المستلمة التي تم استلامها لحد الآن 374 ألف طن، وهذا يبشر بخير. الزيارة لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التجارة والدكتور حيدر النوري إلى محافظة وسط كان لها الأثر الكبير والواضح في دفع عجلة التقدم إلى الأمام، والمزارع في محافظة وسط الآن يتأمل خير بأن السنوات القادمة سوف تكون سنة خير، والسنوات الأخرى ستكون سنة خير على محافظة وسط، وسوف تبقى محافظة وسط سلة خبز العراق، وحققت الاكتفاء الذاتي هذه السنة والاكتفاء الذاتي للمحافظات المجاورة لمحافظة وسط. على بركة الله، يا زرعنا ماكو ماي، كلها ماكو امي، ماكو قلف الله على المطر، هاي لو ما المطر لا حلال يضل ولا طعام يضل، كل شيء ما مستفادين منه. الكيمياويات لا اكو، كل شيء ماكو. هسه عندنا 10 طن تسوقنا هنا والله 800 دونه، وزرعنا منها 40 لحقت، جبت نجوز بيها 10 طن، ما يصير 10 طن. في فلوس بعد برا الدولة، يوم يومين اسبوع يقولون السنة خير، يبشرون بالخير بعد ما ادري. شنو المشكلة اللي عندكم مزارعين؟ والله المشكلة كلها ما حاربونا عليها، ما اعطوا مال للفلاح. كيمياء وماكو، بزر لا اكو، كله تشتري بالعاجل، اللي عنده فلوس يشتري واللي ما عنده يشتري بالعاجل. خسارة بخسارة. معاناتنا الزخام بالصومعة عندنا، خمسة ايام ستة ايام تبقى السيارة يلا تدخل المختبر. الفلوس شغلة الفلوس 10 ايام يلا نستلم استلام الصك. مشاكلنا السماد ما مستلمين، الابيض نهائيا ما استلمناه، وماي ما عندنا ماي ذاك الماي، لو ما ربك المطر فزع لنا ابدا ما وصلنا ماي. انا مزارع من منطقه الموفق من قضاء الموفقيه. اي هن ذا نبيهن 130 دونم، اللي منهن لحقهن ماي ومنهن ما لحقهن ماي، اللي لحقهن ماي 40 دونم اللي حصدناها جبناها سلمناها. ايه خلال يومين يوم الثالث يستلم فلوسه.